أنا علي طهبوب، مدير عام شركة مصنعة للصناعات الخشبية موجودة في الأردن. منصنع أثاث ومطابخ للسوق الأردني ومنصدر لأسواق العربية. قطاع الأثاث بالأردن هو قطاع واعد. قطاع الأثاث مسجل فيه 100 شركة أردنية. 100 شركة أردنية بتوظف 4000 موظف أردني. مجموع رأس المال هذه الشركات 36 مليون دينار أردني في السوق الأردني. مجموع صادراتها في السنوات السابقة في آخر السنوات كانت 17 مليون دينار. من أكثر الدول العربية مصدر الأثاث هي الأردن، وهذا سببه المواد الخام اللي الأردن تستوردها من أوروبا تدخل على الأردن حسب اتفاقية اليورون. هذه المواد تدخل بدون جمارك، فاليوم السوق الأردني بيقدر يلبي مواد خام عالية الجودة بمواصفات أوروبية وبأسعار جدا منافسة يقدر يصدرها. يوم قارنتها بالسوق العربية يوجد في مصانع، ولكن هذه المصانع لا تضاهي المصانع الأردنية بالتكنولوجيا وبالأيدي المهنية. وإضافة إلى ذلك، الأردن اليوم يتميز أنه يوجد فيه تصاميم معاصرة بتواكب آخر تطورات التصاميم الموجودة عالميا. الأردن بتصدر لأسواق الخليج، السعودية، الإمارات، قطر، وبتصدر برضو للسوق العراقي. من التحديات اللي بواجهها قطاع الصناعات الخشبية بالأردن وجود منتجات من دول تدخل على الأردن وليس عليها قوانين جمارك تحمي المنتج الأردني. فاليوم بنفوت بمنافسة مع هذه المنتجات في الأسعار. ومن المشاكل المواجهة بالتصدير اللي هو بعض من المشاكل السياسية اللي بتصير وبتسكر الحدود، وبصبح عندنا تحديات في موضوع الشحن.